إن مرحينها إن جمهوريت إن فدرال كسوماليا إن مدنى إن حس الشيخ محمود حنبليو إن تدوات إنسان كذب وحا أفرتي تستورك ذلك محايا لوح ولا بق أصدق أنا حراي تستورك إن أول فرهرت وحوين أو في عن أو حوا هرمر وجاري ما أنت ذلك أنا أوقف إلى سنة ما أنت عن أو قرحة بدن محلي هاي إن مرحينها إن جمهوريت إن فدرال كسوماليا إن مدنى إن حس الشيخ محمود حنبليو يعني تدوات إنسان كذب وحا أفرتي تستورك ذلك محايا لوح ولا بق أصدق أنا حراي لأنه طلابه ولا بلا قاضي يشعر ولا بق يمر ولا بق أولي سقب صدو تستوركي أقبيها أهاي على الأهاي إنا ما أنت أنكبحنو تستورك أقبيها أه أو أن أيالنا تستور حتى هدي ولا سقلاف سيها أكيد ولا سقلافة يعني سنة الحياة أيو حيطها أني أذي إنا أنا أسبوك أهانكرين ولا سقلافة قلاف وإمانة يعني شلي وجرجر ما أنتنا وجراء البرين وإمانة يعني مش مهم وح أكوين إنا هاي سنة وح أن كل شيء أو أن لين هاي موك أن قرنة أنا يو أذيك أو نكلا ساري كرو يعني قضى باء يقوم جاء يتي كان قلط واي كان صح واي كان أليسو إمانة إن وح أن يعني أو ليه كرو هاي اللي تستور كوح وجراء لحن إيو أرسنو إيو حملنا اللي إحنا نفتح سنة إن بلاس كدر إن طوان إلا وصنا أو أنك بحني إنكم يرجعك يعني طلواتن وحواي طلواتن يو يشان سنة يعني طلواتن يشان سنة كدب إيماجن هدي ما أنت الفريق يحول بق ولو شيء واي أما قالت كجرو إب مال دب على سحكرة لكن على الأقل ما أنت إن وفرين هاي ويا لميسك وحيالها أن لو بحنين أو لو بحين كرو وحيالي أو أه إن دروري كنا أو لو داري كرو أنت أن هاي سنين أو لا أنسحين كرو إن دولة الحكومة دبا إن وان أوغا هم بلينا يا سي أو أسا أويو إن تيدا كلنا أنك كدمر أهان بغلقي بصدن وحان أنك أسامي سني يو وح أو تاغير لي إهد مهانة وح قرن أو صح أو تستوريا نو قرن مهن تصورك وحنا سيناي يعني بيشك أو سدحات إن فرقدي أو شنات وحنا سيناي إن هوين كصوماليات أي يعني إقاب كنا نقوم كران يعني هي أذاها أو دولة أه كوبا أو لما دعاو يكوبا لنسكو دور طبا يعني واح أيمن أو قران أو واح سلطة هاي مجرن انت سكليها دي أو كسق بنا ما انت سان أنا ليلاي بيك تصورك أول أسحي انتين لقينا يعني هذا هو حقوق لصاري أو أبدأ على ناي أو إلا إيه برمانك أتقني إن لو سقره إن قدر كاس وغيران بغلقي بسطن إني وحنوغ أنا كأنلين هاي إنو نقطة إن هتا فيرنين أحل إبانة وبرمانك أو كجرة وح دوض إيه وحدي وقمك قبنو وحلقي إن موشن إن موشن كلاقيين بغلقي وقفرطن وحكو جري رب إن وينكم هتسيهين أنا أقول يعني أنك لا قادين أو أنك شجعين إن معي ضغط إن أنا كان كنتم برهان حقول لي كامبين أذاك وحامو دائن بالحين الدورنا هل ده أنا تحتها موشين كقريب كنا قيا أنا كأهل هل ده ما أنا أبرمان كجومي أو حسينا إني لس قبلها وماشي كجرا لأنه ما أنت ولا جد مدة إن سد قبلها برمان أو كجرا إسكورة إن ما أنتود لحتى نسدد يعني إن لبلا أقل إني إسكو وافقينه إسكو راعين إن قضب كاس ومقدس يهي وكجؤن يهي إن وغيران بقلكي بصدن كاس إن أول هلا تحسنا بحيناتها الشرف إن برلمان كقبلها كجيرو لن إي كم ذوان ماشاس أو الله كالحرين أو سي صحة تيذك اللي رجي وحلو بارد هاي برلمان أو كجيرينا قيب كم يدع إن إي نوهي ليين أو يعني يبوحنا عيان إن كرمك أو موشنك بل كان هدي الله يرحب إنه أسع ظهري هدي الله يرحب إن أسوك بصده هدي الله يرحب شقوين في فيه عن صح إن كصب حان قصب واي هوينك إنك هذا القيب وح أو أرديني الله يبرمانك الباب كيس إن أو قراعيني أنا كأنا هن إن حلبانو ما هكلي إن برلمانك أن القيب كنقنو ما هكلي إن أن نقنو أهل إبانو شقل
oo ku saabsan dumar adiga qaybta aad ku joogtid TV-ga waxay qayb ka tahay qolkiiba soddonkaas laana waxa u qaybsaneynaa hay'adaha dawliga oo dhan shaqaalaha oo rayidka shaqaalaha oo publica shaqaalaha oo private-ka kulli yacni waxay noqonaysaa sharci meeshi afar nin ee shaqaale ka tahay ka shaqeysa qasab inay mid ahaataa gabar wax waajib ah oo dastuuri ah oo qoran taasna wax la iska baryaayo ma aha laanno canshuur bixiyaala nahay waxaan nahay muwaadinaan nahay bulshada waxaan ka nahay qayb qaybteenile aan ka rabnaa maaha baryo maaha tugsi ma aha boo macaanoo ma aha yacnii waan ka siman nahay marka aniga laga qaado canshuurta yacnii ilema dhaho waxaa tahay gabar boqolkiiba toban bixi malay dhahaa isku midaa ka nahay iskuulka lacagta fiiga oo bixiyo waxaan bixiyaa qaybteed teeda kale hadda waalidiintaaba yacnii waxay fahmeen in gabadhaan ay ku daaleen iskuul geeyeen ay wax bareen intay ka shaqaynayan beri yacni dowladda iyo baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo xukuumadda waxay ku qasban tahay inaan qayb ka ahaano ee waxayna noo caymaan yacni dowladdeeba dan ugu jirtaa laanno macruuf waaye laaluush iyo lanjaxlaysi iyo qabiil tonna ma lihin yaa u dhaxday yaa u dhalatay iyo waxaasoo dhan shaqa ma ku lihin shaqadeenna bisaan naqaana shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.